هل شهر رجب له خصوصية على بقية الأشهر؟ وما هي الأشهر الحرم ولماذا حرمها الله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك أعمال يحبها الله في هذا الشهر؟ اليوم سنعيش مع سبعة أعمال يمكنك أن تطبقها الآن أخي الحبيب قبل انتهاء هذا الشهر المبارك. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أيها الأحبة، نحن الآن في بداية هذا الشهر المبارك، شهر رجب. بقي بعده شهر واحد هو شهر شعبان، ثم يأتي الشهر الأعظم وهو أفضل أشهر السنة وهو شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر وأن يعيننا على صيامه وقيامه إن شاء الله. الحقيقة شهر رجب يعني يغفل عنه الناس، بل يغفلون عن معظم اشهر السنه ان لم نقل كلها وبخاصه في هذا العصر. اليوم اخي الحبيب انا ساقدم لك سبعه اعمال حبذا لو تقوم بها خلال هذا الشهر وقبل انقضائه طبعا، لان الله عز وجل وضع خصوصيه في هذا الشهر. شهر رجب هو من الاشهر الحرم، ما معنى الشهر محرم؟ يعني حرم الله فيه القتال، وحرم الاعتداء، والاعتداء ممنوع في كل مكان، في كل وقت يعني. وحرم فيه اكل الحقوق. في هذا الشهر يزداد التحريم. وبالتالي لدينا اربعه اشهر حرم. الاشهر الثلاثه هي ذو القعده، وذو الحجة والمحرم هذه متتالية وهذه الأشهر فيها موسم الحج طبعا كما تعلمون يعني موسم الحج يأتي في ذو الحجة فحرم الله هذا الشهر وقبله الشهر وبعده الشهر لأن عبادة الحج عبادة عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إذا عدد الأشهر 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. ثلاثه متتاليه وشهر رجب الذي نحن فيه الان. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. اذا اخي الحبيب هذه الآيه نستطيع ان نستنبط منها تحذيرا الهيا في هذا الشهر لانه من الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم نستطيع ان نفهم هذه الايه على انها امر من الله ان نبتعد عن ظلم انفسنا طيب انسان ظلم نفسه من قبل كيف يتوب الى الله؟ اذا شهر رجب هو شهر التوبه ايضا العمل الأول أخي الحبيب الذي ينبغي أن تهتم به رد الحقوق لأصحابها. لأنك عندما أكلت حق فلان هذا ظلم، وبالتالي الله يأمرك الآن في هذا الشهر يقول لك إياك أن تظلم نفسك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذا أول عمل أبحث هل أكلت حق فلان؟ هل اسات لفلان؟ اذا ارد حقه. هذا العمل لماذا مهم اخي الحبيب؟ لان الله عز وجل يغفر لك كل الاعمال الا الحقوق. وهذا الشهر هو شهر المغفره مناسبه ان تنظف ذنوبك، تمسح ذنوبك كامله. ولكن اذا كان هناك حق لانسان مال أخذت منه مال على سبيل الدين، ثم غفلت عن هذا الموضوع وتناسيته وظننت أن الأمر سهل، لا الله عز وجل يقول لك لا فلا تظلموا فيهن أنفسكم أول شيء يجب أن ترد الحقوق لأهلها، إذا هذا الشهر مناسبة لأن ترد هذه الأموال لمن أخذتها منه. لتطهر نفسك من ذنوب الآخرين، من حقوق الآخرين. وهذا العمل ضروري جدا أيها الأحبة، والمفروض نقوم به في أي وقت، ولكن شهر رجب بما أنه من الأشهر الحرم، مناسبة أن نسرع لرد الحقوق. طيب. العمل الثاني أيضا مرتبط بالناس من أسأت إليه ينبغي أن تطلب منه المسامحة إذا كان هناك قطيعة بينك وبين إنسان ابدأه بالسلام واضغط على نفسك ولو كان هو المسيء تسامح معه اعفو عنه لأن الله عفو كريم يحب العفو فاذا هكذا تكون انت برات نفسك من الحقوق الماديه والحقوق المعنويه اسات لانسان بنميمه او بكلمه اخذ منك موقفا ولم يعد يكلمك سارع اليوم انت اليه وكلمه ولو رساله على الموبايل ولو مكالمه طيب خاطره بكلمة هذا عمل يحبه الله على فكرة لأن الله يحب دائما من يبادر بالخير من يسارع بالخيرات لأن الأنبياء أخي الحبيب من أسرار استجابة الدعاء استجاب الله لسيدنا يونس وهو في بطن الحوت وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فورا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى سبحان الله على السريع وقبل ذلك سيدنا ايوب وايوب اذ قال اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فورا الفاء هنا للسرعه طيب هؤلاء الانبياء ماذا كانوا يعملون حتى استحقوا هذه الاستجابه السريعه تاتي الايه الاخيره لتقول لك انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اذا المسارعه في الخيرات من اسباب استجابه الدعاء او من اسباب سرعه استجابه الدعاء سبحان الله لذلك اليوم احدنا يدعو يدعو لا يستجاب له لانه لم يعود نفسه ان يسارع في الخيرات هذا الشهر هو مناسبه للمسارعه في الخيرات صله الرحم بر الوالدين الكلمة الطيبة مع الزوجة، مع الأولاد، أصلح ما بينك وبين الناس. طبعا العمل الثالث أخي الحبيب وهو مهم جدا وأنا دائما أذكر به أحبتي في الله. هو العمل الذي يستدعي الحرب من الله ورسوله على فاعله. الربا. للأسف للأسف الكثير من الناس تهاون في هذا الأمر، لذلك البلاء ينزل والدعاء لا يستجاب من أهم أسباب عدم استجابة الدعاء أكل الربا لأنه من أشد أنواع الحرم فهذا الشهر مناسبة أن تتوقف عن أكل الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإذا القضية خطيرة هنا انا اريد ان لا اظلم نفسي في هذا الشهر كما امرني الله اذا بكل بساطه امتنع عن اكل الربا فورا بل وارد الحقوق لاصحابها اذا اكلت الربا ارده لصاحبه فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اذا اكل الربا من اكبر اسباب ظلم النفس فلا تظلموا فيه انفسكم وبالتالي هذا الأمر لا تستهين به أخي الكريم لأنك ستموت قد تموت غدا ماذا ستستفيد من هذه الأموال وهذا الربا ولا شيء ستحاسب عليه و ربما يعني يكون العقوبة كبيرة تكون العقوبة كبيرة نار جهنم والعياذ بالله نسأل الله العافية فلذلك لا تستهين بهذا الموضوع توقف عن أكل الربا لأنه من من ظلم النفس العمل الرابع الاستغفار إذا رددت الحقوق لأصحابها ماديا ومعنويا توقفت عن أكل الربا وهو المال الحرام تبدأ الآن بالاستغفار كثرة الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله أكثر من سبعين مرة وأكثر من مئة مرة ويتوب إليه كل يوم طيب نحن اليوم في هذا الشهر الكريم ينبغي أن نكثر من الاستغفار لنتخلص من ظلم النفس السابق لا يوجد واحد منا الآن على وجه الأرض إلا وقد ظلم نفسه مرارا وتكرارا خصوصا في هذا العصر لم نعد ندري أين الحلال وأين الحرام وأي فالأمور اختلطت والفتن كثرت ووسائل الله كثيراً الاغاني والمسلسلات والمشاهد الفاضحه والنميمه والفضائح على الانترنت، ومن يتتبع هذه الامور اصبحنا ملوثين بهذه المعلومات التافهه وكلها فيها ظلم للنفس. فينبغي ان نتخلص منها كيف؟ بكثره الاستغفار. اذا منذ هذه اللحظه لا تؤخر قل والله أنا اليوم سأستغفر الله سبعين مرة كما كان يفعل النبي والنبي غفر الله ذنوبه لم يكن عنده ذنب أصلا صلى الله عليه وسلم على الرغم من ذلك يستغفر الله ليعلمنا إذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن اليوم إذا كان النبي يستغفر سبعين مرة أحدنا المكبل بالذنوب كم يجب أن يستغفر إذا على الأقل أستغفر الله سبعين مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فيها استغفار وتوبة هذا العمل أخي الحبيب مهم جدا العمل الخامس وهو مهم آه شهر الصيام بقي عليه شهر رجب وشعبان ينبغي من الآن أن تهيئ نفسك لأن شهر رمضان فيه المغفرة والرحمة والعتق من النار فيستحق هذا الشهر ان نجهز انفسنا منذ هذه اللحظه لا ننتظر فاذا عود نفسك على كثره الصيام النبي كان يعني لا يصوم شهرا كاملا الا رمضان كما تعلمون وكان يكثر من الصيام في شهر شعبان ويقول انه شهر يغفل عنه الناس شهر شعبان بين رجب ورمضان مما يدل على اهميه رجب واهميه رمضان وبالتالي نحن الان في شهر رجب على الاقل صم الاثنين والخميس وثلاثه ايام البيض وتصوم ما ما تشاء لان لان الصيام اخي الحبيب من اهم العبادات التي تمحو الذنوب لماذا لان الله يكافئ على العبادات كل عباده لها ثمن الا الصوم قال تعالى فانه لي وانا اجزي به اذا عباده خاصه بينك وبين الله وصيام يوم كما اكد الحبيب عليه الصلاه والسلام يباعد بينك وبين النار سبعين خريفا من صام يوما في سبيل الله بشرط أن يكون لله ليس رياء باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار سبعين خريف خريفا سبعين سنة كل يوم تصومه تبعد مسيرة سبعين سنة تصور فإذا أكثر من الصوم كتطوع لله عز وجل وليس من الضروري اخي الحبيب ان يعني <applause> ان نضع نظام للصيام قلنا الاثنين والخميس النبي كان يلتزم بهذا الامر لان الاعمال تصعد الى الله يومي الاثنين والخميس ولكن الشهر رجب اذا اكثرت الصيام فيه لا مشكله انت تدرب نفسك على الصيام والصيام عباده والصيام له باب في الجنه لا يدخله الا الصائمون. والصيام عباده خاصه يحبها الله عز وجل. فنحن نسعى لكي نطبق ما يحب الله سبحانه وتعالى. الشيء السادس يجب ان نتذكر ان شهر رجب حدثت فيه حادثه عظيمه جدا الاسراء والمعراج. وهذا الأمر أخي الحبيب من أهم ثمرات فرض الصلاة. فإذا كنت تارك للصلاة شهر رجب مناسبة أن تعود إلى الله وتلتزم بالصلاة الآن لتهيئ نفسك لشهر رمضان تكون قد التزمت مئة بالمئة إن شاء الله لا تنتظر حتى يأتي رمضان وتقول أنا سألتزم في رمضان لا إلتزم منذ هذه اللحظة. فقد يغويك الشيطان الآن فلا تلتزم بالصلاة، إنما مع كثرة الاستغفار وأعمال الخير ومحاولات الالتزام بالصلاة إن شاء الله لا يمضي شهر أو شهرين، يأتي شهر رمضان فتكون قد التزمت تماماً. ومن يلتزم بالصلاة أخي الحبيب لا يتركها أبداً. لا يستطيع لأن الصلاة لها لذة، لها راحة نفسية. إذا هذا الشهر له خصوصية من خلال الاسراء والمعراج عندما النبي اخذه ربه في رحله كونيه رحله على الارض اولا ثم رحله في الكون الى السماء السابعه لقد راى من ايات ربه الكبرى و راى عذاب يا لطيف يعني الشاربي الخمر والزنات والعصاة ومن يمارس النميمه ومن رأى. لذلك هذا الشهر نتذكر فيه احداث يوم القيامه، احداث الساعه، اهوال الساعه. لان هذا يدعونا لعدم ظلم النفس، عندما نتذكر مشاهد القيامه واهوال يوم القيامه ومشاهد عذاب النار والعياذ بالله نبطئ اذا كنت تريد ان تاكل حق احد تتوقف. إذا كان أحدنا يمارس الفاحشة والعياذ بالله أو الأفلام الإباحية أو النظر إلى ما حرم الله يراجع نفسه في هذا الشهر ويعود إلى الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الآية تأمرك أن تتوقف عن كل أنواع الشر وتبدأ بكل أنواع الخير باختصار. العمل السابع والأخير أخي الحبيب أنت إذا تصالحت مع الناس و قمت باعمال البر وتوقفت عن اكل الربا الى اخره بقي ان تصلح علاقتك مع الله نحن بحاجه ان نصلح علاقتنا مع الله كل يوم ولكن هذا الشهر هو مناسبه كريمه لكي اتجنب الظلم وبما انه من الاشهر الحرم فاتذكر ان الله يراني الله معي الله قريب مني الله يسمعني الله يحب لي الخير يريد ان يستجيب دعائي، يحب ان يسمعني وانا ادعوه والجا اليه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه مناسبه ان تبدا بالتقرب الى الله اولا تصلح علاقتك مع الله، كيف اصلح علاقتي مع الله؟ اتوقف عن الاعمال السيئه وابدا باعمال البر. احسن لمن هو قريب مني. وللغريب طبعا، ولكن ابدا بالاقرب. احسن لاهل بيتي، لجيراني. المؤمن اخي الحبيب مثل يعني شمعه تشع النور. تشع الخير. نور المؤمن عباره عن نور، وهذا النور تجده يوم القيامه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم. ما هو النور الذي ينعكس عليك ويشع على الاخرين؟ هو اعمال البر، الصبر، التسامح، العفو، الكرم، التصدق، الصدقه، لان لان الميت عندما ياتيه الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، قدم الصدقه على العمل الصالح لما يرى من ثواب هذه الصدقه وما يرى من تقصيره في حق الله عندما منع الصدقه ومنع الانفاق لذلك شهر مناسبه ان تكثر من الصدقه ومن الانفاق لان الله يحب هذا العمل واخيرا اخي الحبيب كل يوم ينبغي ان نتوب الى الله كل يوم ينبغي ان نصلح علاقتنا مع الله كل يوم ينبغي ان نقوم باعمال البر ولكن بما ان شهر رجب هو من الاشهر الحرم فهذا مناسبه ان تبدا خطه جديده مشروع برنامج عمل قل انا ساصلح علاقتي مع الناس ومع الله وسابدا خطوه جديده بانتظار ان ياتي شهر رمضان ان شاء الله حيث المغفره والرحمه والعتق من النار فتعود كيوم ولدتك امك. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحه وان نكون من الذين قال الله فيهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.